يعاني الكثير من الأمهات مع أطفالهن بسبب ضعف شهيتهم وعدم قدرتهم على تناول الطعام بالشكل السليم، خاصة خلال سنواتهم الأولى، وهو الأمر الذي قد يتسبب في الإصابة بالأمراض وعدم النمو بصورة طبيعية. ويعتبر فقدان الشهية من المشكلات المهمة التي تواجه الأطفال في جميع مراحلهم العمرية. خبراء الصحة يقولون إن عدم شعور الطفل برغبة في تناول الطعام يرجع لعدة أسباب، في الأغلب تكون نتيجة لسلوكيات غذائية خاطئة كإجبار الطفل على تناول أنواع معينة من الأطعمة أو الإكثار من السكريات المصنعة وتناول الوجبات الخفيفة. وهناك أمراض عدة تسبب فقدان الشهية مثل الأنيميا أو التعرض لمرض فقر الدم أو التعرض للالتهابات الفيروسية والبكتيرية خصوصاً بمنطقة الفم. ويرجع فقدان الشهية أيضاً لأسباب نفسية مثل تعرض الطفل للمعاملة السيئة سواء في المنزل من الأبوين أو الإخوة وفي المدرسة وتعرضه للتنمر. كل الأحوال يجب على الأمهات متابعة نمو الطفل العضوي والإدراكي الذي ينعكس على الوزن والطول والأداء الدراسي واكتساب المهارات المختلفة.